مشاهدينا، نبدأ مما جرى ليلة أمس في ريف حلب، إذ أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة أعلن اعتقال قيادي كبير في التنظيم خلال عملية إنزال جوي في منطقة جرابلس بريف حلب الشرقي. ستتضح الصورة بعد قليل لنشرح عليها ما الذي حصل ليلة أمس. إذن ها هي الخريطة. عملية إنزال جوي جرت في جرابلس في وقت متأخر من ليلة الأربعاء بالأمس، حيث نفذت قوات التحالف الدولي كما نرى عملية إنزال جوي في قرية الغندورة الواقعة في ريف حلب الشرقي. عملية الإنزال كانت بطائرات مروحية. أفاد مراسلنا أن اشتباكات دارت كما نشاهد في هذا الفيديو، واستمرت هذه الاشتباكات طوال وجود المروحيات وطوال وجود الجنود على الأرض. بعد مغادرة المروحيات للمنطقة التي جرت أحداثها، إذن هذه العملية في منطقة جرابلس، غادرت المروحيات، شاهد الأهالي ماذا؟ شاهد أفراد عائلة مقيدين بالقرب من المنزل الذي استهدفه الإنزال الجوي. قالوا إن شاباً من بينهم يرجح أن قوات الإنزال اعتقلته قبل عودتها إلى قاعدتها في منطقة عين العرب على الحدود السورية التركية على الأرض. قال الأهالي أن عناصر مسلحة من فرقة سلطان مراد انتشروا في المكان كما نشاهد. إذن عناصر مسلحة من السلطان مراد انتشروا في المكان وأقاموا حواجز داخل وخارج القرية. الآن من هو المعتقل؟ هو حسب بيان التحالف أحد كبار قادة، إذن هنا المعتقل في صورة توضيحية، هو أحد كبار قادة التنظيم في سوريا وصانع قنابل يتمتع بالخبرة الواسعة، هذا حسب الأهالي. لكن حسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، هو هاني أحمد الكردي ومعروف باسم والي الرقة سابقا. إذن هو اسمه هاني الكردي ومعروف بوالي الرقة سابقا.